لا تنسى تسدد الفواتير مو زي كل مرة. ما عليك الحين أسدده. طيب ما دامك مسدد مسدد لا تنسى قطة الاستراحة. ذكرتني يا شيخ، لازم أسددهم الحين. ممكن تفتح الباب وما ترطعني برا؟ طيب بس خمس دقايق وافتح لك الباب. طب بعد تلعب معي؟ طيب بس شوي والعب معك. يا ربي كل شوي تقول بجي بجي آخر شيء تسحب. إبراهيم تراك ما خلصت التقرير، انتظرك من العصر. أبشر الحين خلصت. هذه مشكلتك ما تركز. أول أنت سرعة سرعة وعليهن ما يجي. معلش باي بس أنا شوية مشغول يجي. هيا وحش متى روح النادي؟ نادي؟ إبراهيم سددت؟ معليش والله ما قدرت أركز.